تبدأ اليوم في السودان أعمال مؤتمر جوبا الذي تشارك فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان والأحزاب الشمالية المعارضة بعد أن كان مقررا عقده أمس وأرجئ إلى صباح اليوم. وأعلن الحزب الحاكم مقاطعته للمؤتمر ووصفه بأنه خروج من الحركة الشعبية عن اتفاق السلام. ونقل مراسل بي بي سي في الخرطوم عن مصادر في الحركة الشعبية أن هذا التأجيل يهدف إلى إجراء مشاورات تتعلق بجدول الأعمال. مقاطعة نحو 40 حزبا بينها المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لمؤتمر جوبا لمناقشة قضايا السودان تجيء بعد إعلان الحركة الشعبية لقيام المؤتمر رسميا بمشاركة 23 حزبا يمثلون المعارضة. فالمؤتمر الذي سيناقش خلال 3 أيام قضية الحريات والانتخابات وأزمة دارفور كما هو معلن قطعه المؤتمر الوطني على الرغم من دعوته بتأجيله أكثر من مرة لجملة أسباب أبرزها عدم إشراكه في الترتيبات التحضيرية للمؤتمر واقتصاد على أحزاب معيلها أغلبها من المعارضة ما وصفه بأنه محاولة لإيقاعه في شرك التوصيات. طلبنا أن نكون جزءا من ترتيبات المؤتمر وأن تدعى كل القوى السياسية خاصة إذا تذكرنا أن بالسودان 79 حزب سياسي مسجل 18 منها موجودة في البرلمان و11 منها موجودة في حكومة الوحدة الوطنية. فلا يمكن أن تدعى فقط بعض أحزاب المعارضة زائدا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وتترك أحزاب أخرى كثيرة. وقال مسؤولون في الحركة الشعبية إن المؤتمر الوطني ليس هو السودان كما أنه لا يقرر مصير البلد بل الشعب الذي يفعل ذلك وأن التوصية التي سيخرج بها المؤتمر ستكون بمثابة برنامج نضالي للأحزاب حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة. مؤتمر جوبا بحسب مراقبين قد يقود إلى تحالفات بين القوى المعارضة مع الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة إذا ما اتفقت على كلمة سواء وصولا إلى إمكانية تشكيل تحالف ضد المؤتمر الوطني واختيار مرشح من قادة هذه الأحزاب ينافس الرئيس عمر البشير في الانتخابات الرئاسية. فإن غياب المؤتمر الوطني وبقية أحزاب الحكومة أنا أعتقد أنه مؤثر جدا ولن يمكن مؤتمر جوبا من القيام بأي خطوات عملية لما يتم الاتفاق عليه أثناء التداول. الحزب الحاكم وصف المؤتمر بأنه انتهاك للشراكة بينه وبين الحركة الشعبية في محاولة لتشكيل تحالف ضده. تأجيل المؤتمر أكثر من مرة يعكس حالة من الانقسام بين القوى السياسية حالة قد تكون إسقاطاتها على مناخ السياسة بينة في المستقبل لا سيما في الانتخابات المقبلة. مؤتمر جوبا قسم ساحة السياسية السودانية إلى مقاطع له ومشارك. المشاركون فيرون أن فيه جسر العبور لحل أزمة السودان بينما يذهب المقاطعون إلى وصفه مؤتمرا لم يبلغ حد النصاب بدعوة كافة الأحزاب السياسية. وفي الموقفين قراءة لشكل التحالفات السياسية المقبلة ولو بصورة مبدئية. محمد الطيب، بي بي سي، الخرطوم.